كابتن وليد النهارده كان طارق العشري يعني دايما هو بيلعب 4 2 3 1 بوجود الثلاثي الهجومي الجيد جدا سواء مابولولو او بواتينج او احمد عادل ميسي. النهارده يمكن من خلال التشكيل بيلعب بثلاثي في الدفاع مصطفى ابراهيم واسلام ابو سليمه وسيف طوقة وشريف رضا وكريم الديب، وبيلعب باثنين في وسط الملعب، كان بيلعب بخالد الغندور وجنبه عمر الوحش، وكان بيبقى قدامهم عبد الغني. النهارده بيلعب بخالد الغندور ومورو ساليفو وبواتينج ومابولولو واحمد عادل ميسي، بيلعب ثلاثي في خط الهجوم. كابتن طارق عايز ايه من المباراه النهارده يا وليد من خلال التشكيل؟ هو كابتن طارق يعني ستايله او طريقته في اللعب في كل الفرق اللي هو دربها اللي هو بيأمن بشكل كبير جدا وبيشتغل على الهجمه المرتده، قدر يجيب يجيب ما قدرش خلاص، لكن هو في الحته الدفاعيه بيشتغل بشكل كويس جدا، بيقفل المساحات بلغه الكره، بيزهق الفرقه اللي قدامه، بيزهقها بمعنى اللي هو يعني كل المساحات وكل الطرق اللعب بتتقفل في التلت الاخير لنادي الاتحاد، لان كل الفرقه بتبقى تحت الكوره وبيعتمد على اللونج باص او على السرعات او الثلاثه اللي قدام التحولات، هم الثلاثه عندهم سرعات ولعبه كوره ومميزين جدا. وهنا يبقى ده الخوف في حته التحول، في جانب ان احنا برضو التحول الدفاعي بتاعنا في ظل ان لعيبه الكره الكتير اللي موجوده في نص الملعب ممكن تمثل مشكله عندنا. لكن الاتحاد اعتقد الاتحاد هو طول عمره او كابتن طارق طول عمره بيشتغل على الحته دي، وبيدي نص الملعب بيقفله كويس ويشتغل على الثلاثه اللي قدام في اللونج باس، هم اللي يشتغلوا يعملوا الشغل، واذا كان في واحد بيزيد من نص الملعب او طرف بحيث يبقى 4 جوه ال 18. لكن عايز ارجع برضو حته نادي الزمالك، ان انت عندك لعيبه كره كتير، دي حاجه كويسه وحاجه تقلق، حاجه كويسه في الاستحواذ، حاجه كويسه ان انت تعمل العمق الهجومي اللي احنا ما شفناهوش. وارجع تاني اقول في حته مباراه النادي الاهلي لازم يبقى في عمق هجومي مع الاستحواذ. الخوف التحول من الهجومي من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، لان انت عندك المجموعه الخمسه اللي قدام كلهم الحاله اللي عندهم حاله هجوميه، طبعهم او صفاتهم هجوميه بشكل كبير، اذا كان بيعمل تحول دفاعي جزء بسيط من قدراته زي ما الكابتن احمد قال اللي هو هي قدراته اصلا هجوميه، فبالتالي الحته الدفاعيه مش هتبقى بنفس القدره الهجوميه. لكن اهم حاجه ان انت في الارتداد او في التحول اتمركز في الحته الفاضيه، سواء انت كنت بتلعب نص ملعب، سواء كنت بتلعب 10، سواء بتلعب باك يمين، تمركز في الحته الفاضيه اللي زميلك فيها مش موجود عشان توقف الكوره من الهجمه المرتده اللي بيعملها نادي الاتحاد.